للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، بداية مرحبا بك، هل حدثتنا عن المساعدات التي قمتم بتقديمها لمستشفى راوة العام؟ بدان شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. الحقيقة بعد وصول مناشدة من مستشفى راوة في قضاء راوة غرب الأنبار بطلب لإرسال بعض الأدوية نظرا للنقص الموجود في المستشفى، جهزت المنظمة إغاثة عاجلة، حملة عاجلة تضمنت كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تحديدها من قبل كادر المستشفى، والحمد لله استطعنا إيصالها إلى هذا المستشفى الذي هو في حالة يرثى لها. الحقيقة المستشفى العام الأصل هو دمر نتيجة القصف في العمليات العسكرية التي جرت في المدينة، وما اضطرهم إلى تشكيل مستشفى بديل في أحد المستوصفات البديلة، وهو المستشفى الوحيد في المدينة الذي يرعى المرضى والمسنين الموجودين في المدينة. في الحقيقة إمكانياتها محدودة جدا هذه المستشفى، وهناك نقص كبير على كافة المستويات، هناك تدمير شبه كامل البنية التحتية لهذه المستشفى، لا يوجد فيها أسرة، لا يوجد فيها مختبر، لا يوجد فيها أجهزة طبية ضرورية مثل تخطيط القلب و غيرها ما يحتاجها في رجلة الطوارئ. أيضا إمكانياتها بسيطة ومتواضعة، لا يوجد مرضى، يعني لا يستطيع المستشفى هذا البديل من تأمين الإقامة للمرضى الذين تستوجب حالتهم الركود في المستشفى، ولكن هناك إسعاف تذهب إليهم إلى منازلهم وتقوم بتقديم المساعدة الطبية لهؤلاء المرضى. المساعدة الطبية ربما ستقوم بها المنظمة، تقوم بتوصيلها إلى منازل هؤلاء المرضى. هل من معلومات لديكم عن أعداد المرضى؟ بالحقيقة يعني كما ذكرت لك، يعني لا يوجد الآن الوضع المستشفى البديل هذا لا يسمح ب يعني تأمين الركود هؤلاء المرضى في المستشفى، لا يوجد هناك مرضى داخل المستشفى لأنه لا توجد أسرة، لا توجد إمكانيات محدودة وبسيطة جدا، لا توجد مستلزمات، يعني كثير من الأمور يعني تفتقد إليها هذه المستشفى البديل، ولذلك هم يعني تكون السيارة الإسعافية البديلة هي اللي تذهب إلى منازل هؤلاء المرضى اللي يحتاجون العناية وتقدم لهم المساعدة الطبية ومن الأدوية وغيرها، ولذلك هم يعني وجهوا مناشدات كبيرة كما جاء في التقرير إلى مختبر، يعني تصور المختبر المستشفى هذا الوحيد في المدينة لا يوجد فيه مختبر، والمختبر على أهميته حاجة المرضى وغيرها، يعني لا يوجد هذا المختبر، فهم يعني قدموا مناشدات أكبر لتقديم هذه الحاجات الضرورية من المختبر. هذه المناشدات التي قدموها، ما المطلوب من المنظمات الدولية للمساعدة بالنهوض بالواقع الصحي في المدن المدمرة؟ والله هذا طبعا هو هذا شيء مهم، يعني هذا مدينة واحدة هذا حالها تفتقد إلى بنية تحتية المستوى في هذه المستشفيات والمراكز الصحية، بحاجة إلى أدوية بدرجة الأساس، ثم إلى أجهزة وتوفير الأجهزة الطبية والأجهزة في المختبرية، هذه يعني أبسط مقومات أي مستشفى أو مركز صحي يمكن أن يقدم الرعاية الصحية للمسنين، وأيضا من الأدوية للأمراض المزمنة كبار السن، هناك نقص كبير وحاد في هذه المستشفى والمركز مستوصف البديل. من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.